ما عم افهم ليش، بس انت فيك تحكي مع فاني بهالموضوع وهي بتصلح كل شيء. لا راني، انا ما راح ازعجها لفاني بهالقصة هي ابدا. مزبوط هي ما قصرت معي باي شيء ودائما بتساعدني، بس خلص بكفي. بس يعني نحن كيف بدنا نفضي هالغرفة؟ كل غراض شغلك موجودين فيها. صرت كتير وانت عم تخترع هالشغلات. ايه صح، انا تعبت كتير فيهم، بس هالشغلات هي ما راح تفيد اي حدا، يعني ما في منهم فايدة ابدا راني. راح افضي الغرفة. اسمعني شوي بس. ليكي لا تحاولي تغيري لي رأيي، لأول مرة بحياته براكاش بيطلب مني شي، ما لازم خجله، وأكيد هالشي رح يفرحه ويفرحني. أكيد. لا مستحيل أنت وبراكاش تتفقوا، عم تعمل هيك مشانه، بس بعرف إنك ما رح تكون مرتاح.